هل لقائل من يقول إن التشبه بالكفار في بعض أفعالهم يدل على محبة المقلد لهم وإن زعم غير ذلك؟ ما في شك، شيخ الإسلام بن تيمية يقول التشبه بهم في الباطن يدل على محبتهم في التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأنه لو لم يحبهم في الباطن لما تشبه بهم، لأنك إذا كرهت الشخص فإنك تكره صفاته وأفعاله ولا تتشبه به. نعم، إذن أقل ما هنالك أنهم لم يكرهوا الكفار. نعم، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية على حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال أقل أحوال هذا الحديث أنه يفيد التحريم، وإلا فظاهره أنه يفيد الكفر. نعم.